رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021، وما زالت مصر مستمرة في طريقها نحو التطور التكنولوجي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. وتقدم ترتيب مصر في المؤشر 5 مراكز لتصبح في المركز 73 في 2021 مقارنة بالمركز 78 في 2020، كما احتلت المركز 4 إفريقياً بعد كل من جنوب إفريقيا، المغرب، كينيا. ويرجع الفضل في ذلك إلى تقدمها الملحوظ في فئة جودة المحتوى المحلي المناسب لكل أطياف المجتمع الذي قفزت فيه 12 مركزاً. يهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسب أيضاً للجميع. خلص المؤشر إلى أن كورونا أجبرت الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، كما وسعت الفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.